زي ما اتكلمنا في اول المؤتمر، اول حاجه خالص بدانا فيها الدايبيتك فوت انفكشن فيرسس شاركو، لاهميه العيان ده اللي احنا بنشوفه كل يوم في شغلنا في كل العيادات في كل التخصصات. عشان كده عملنا سيشن خاصه بيه، عباره عن ديبيت او ديسكشن بين كل السبيشاليتيز اللي احنا نتعامل معاها او المريض بيحتاجها عشان يوصل للهيلينج. ده مريض 58 سنة، دايابيتك ليه 15 سنة، بورلي كنترولد الـ A1C بتاعه 9.4، وبريزنتنج بسوالن هوت ريد ليفت فوت ويز وونز. تمام؟ طبعا هو ذا دورسال سيرفيس مش ذا بلاندر سيرفيس. مريض زي كده لما بيجي لينا في العيادة، بالذات لو حد مش متخصص، ممكن يبقى فيه بعض الحيرة. المريض ده محتاج أنهي تخصص؟ هل بس هيكمل مع بتوع الدايابيتس أو بتوع البطنة؟ ولا هيحتاج مايكروبيولوجي، هيحتاج راديولوجي، هيحتاج سيرجري سواء اورثوبيديك او فاسكولار. طبعا عارفين ان المانجمنت اوف دايابيتك فود في كل حته في العالم بيبقى مالتي ديسيبلينري او انتر ديسيبلينري مانجمنت، يعني كده كده بنحتاج كل التخصصات تقريبا في كل مريض. فاحنا مهمتنا النهارده اساتذتنا ان هم يدلونا على الفايده بتاعه كل تخصص وامتى نحتاجه وايه اللي ممكن يقدمه. نتكلم في الاول مع دكتوره ولاء انور على الانيشال كلينيكال اسسمنت لهذا المريض. هنتكلم مع دكتور محمد المختار على دور الميكروبيولوجي في المانجمنت للدايابيتك فود انفكشن. مع الدكتور وجيه هيتكلمنا على دور الراديولوجي. وبعد كده هيبقى في زي ديبيت بين الميديكال من ناحيه الدكتوره ولاء انور، الميديكال مانجمنت بس للمريض، ولا الأورثوبيديك مانجمنت مع دكتور أحمد إكرام. نبتدي في الأول مع دكتورة ولا أنور، هتكلمنا على الانيشال كلينيكال اسسمنت.